بعد مضي 5 أشهر على الانطلاق، ها نحن بفضل الله ثم بعونكم وعون الجهات المعنية وخاصة الرئاسة الجمهورية نضع اللمسات الأخيرة على التقرير العام الختامي للجنة قبل تسليمه خلال الأيام القادمة. وتعميقاً للتشاور وحرصاً على الاستماع لمن حالت الظروف دون الاستماع إليهم، ننظم هذا اليوم عسى أن تضيف مساهماتكم المنتظرة المزيد من العمق والشمولية وتسهم في وضع أحسن اللمسات على شكله ومضمونه. وبالطبع فإن اللجنة تحتفظ لفخامة رئيس الجمهورية بسبق الاطلاع على فحوى التقرير.